ناهد لما حست ان هي مصدومه طلعت كل القهر اللي جواها على رمضان ابن عمها اللي كان بيشوه في سمعتها وكل هم ان هي تسيب البيت وتمشي عشان ما يبقاش لها نصيب. اهلا بيكم، تعالوا نشوف النهارده ناهد البنت الجميله اللي وقفت مع جوزها ومع اخوها وقفه كويسه جدا. نشوف هي غلطت ولا عملته ده صح، ايه الموضوع. نحكي قصه من الاول. ناهد فتاه محجبه جميله متجوزه وعايشه في بيت جوزها في عين شمس، حياه مستقره. في يوم من الايام اخوها بيزورها في البيت، حصلت مشاجره ايا كان سببها، تدخل الزوج وتدخل الشقيق طرف ضد طرف اخر. المهم ان الزوج والشقيق قتلوا ناس وتم حبس الزوج والشقيق ودخلوا السجن هم الاثنين، يعني بخطه واحده جوزها واخوها دخلوا السجن. هي عايشه لوحديها في شقه، فقالت طب انا هعيش في الشقه ايه، ده السجن سنين طويله وده جوزي واخويا اللي ليا في الدنيا والاثنين السجنوا، طب انا هعيش مع مين؟ لا انا هبيع الشقه دي. واتصلت بجوزها في السجن وقالت له انا هبيع الشقه وارجع اقعد في بيت اهلي جدي والبيت يشيل من الحباب الف، وهقعد في وسط اهلي بدل ما اقعد لوحدي، وانت عارف كلام الناس وانا واحده جوزها في السجن وممكن سيرتي وسمعتي تلوكها الالسن، وانت عارف الواحده ما فيش غير شرفها وكرامتها. جوزها زي ما كل استحسن الفكره، وخاصه انه مش سايب لها اي مصدر دخل، فقال لها بيع الشقه اللي احنا قاعدين فيها وحط فلوسها في البنك واللي يطلع لك كل شهر اصرفي بيه على نفسك عشان ما تمديش ايدك لحد. وده كلام منطقي وعين العقل. رجعت لبيت اهلها اللي هو بيت جدها من الاصل اللي قاعده فيه هي واخواتها واولاد عمها، بيت كبير من بيوت بتاع الزمان وكل واحد واخد نصيبه وقاعد فيه. لاحظت حاجه غريبه بقى ناهد لما رجعت، واحده جوزها واخوها في السجن. لاحظت ايه بقى؟ كل السيدات وكل البنات في البيت او في الدوار الكبير ده كلهم بيتجنبوها. تيجي تكلم اي واحد ما حدش يرد عليها، تيجي تصبح على حد ما حدش يرد عليها، يبقى قاعدين في قاعده بيتكلموا، اول ما تدخل هي كله يسكت، اول ما تقعد كله يقوم. انا عملت ايه؟ هو انا مالي؟ جوزي واخويا قتلوا والاثنين دخلوا السجن، انا ذنبي ايه؟ طبعا اصعب حاجه على البني ادم انه يحس بالوحده، يعني تخيل واحد انا قاعد في وسط زملائي زمايلي اهو واحس ان هم كلهم ماخدين جنب وانا بجنب، شيء قاسي جدا، دي اسمه عذاب نفس رهيب. يعني انا دلوقتي قاعد مع مجموعه من زمايلي دلوقتي هم. لو دخلت ولقيتهم هم قاعدين لوحديهم وانا قاعد لوحدي، هم بيتكلموا واقعد اكلمهم محدش يعبرني ومحدش يبص لي ويقعدوا يتوددوا ببعض، لما اجي ادخل في وسطهم يجوا ساكتين، ده شيء قاتل صعب جدا، بحس ان انا منبوذ، بحس ان انا مكروه، بحس ان ايه ده، انا عملت ايه؟ فناهد كانت بتسالهم يا جماعه انتوا مالكم؟ انتوا ليه؟ انا صدر مني حاجه؟ انا لغايه ما فاض بيها الكيل مسكت بنت عمها مره وجت، انت ما بتكلمنيش ليه؟ ده انت كنت اكتر واحده صاحبتي، انت اتخانقوا مع بعض، راحت بنت عمها قالت لها رمضان اللي قال لي كده، رمضان ده اللي هو ابن عمها. طب رمضان بيقول عليا كده ليه؟ قالت رمضان منبه على كل بنات العيله وسيدات العيله ما لكمش دعوه بناهد، ده ماشي يا شمال وبتعرف شباب وبتروح بيوت وانها سمعتها وحشه. رمضان ابن عمي بيقول عليا كده، انا لو كده اصلا المفروض ابن عمي يحميني، المفروض ابن عمي يسطر عليا، المفروض ابن عمي يخبي ما يفضحش. قالت له ده اللي حصل. ناهد قعدت 3 ساعات مستنيه ابن عمها رمضان لما يجي عشان تواجهه، انت ليه بتقول لي عليا كده؟ انت هتستفيد ايه لما شوه سمعتي؟ ده انت ابن عمي، يعني انت ستر وغطى، يعني انت اخويا في غياب اخويا، يعني انت اكتر من جوزي في غياب جوزي، ده انت المفروض تتظلل علينا، ده انت اللي تحميني حتى لو انا وحشه، تاخدني في حضنك وتقول لي عيب يا بنتي، مش بتاع الكلام ده. فضلت مستنيه رمضان 3 ساعات. جه رمضان قالت له يا رمضان انت ليه بتقول عليا كده؟ انت ليه اصلا سوقت سمعتك في وسط ولاد عمي واخواتي وكلهم متجنبيني؟ انا بقالي 3 اشهر يا رمضان بسببك انت في عذاب، ما حدش بيكلمني. قال لها انا اللي قلت لهم كده، انت ماشي كذا 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 كذا. في الوقت ده اخوه جه، اخو رمضان اللي هو ابن عمها الثاني، قال لها مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ قال له انا بقالي، قال لها احنا اللي قايلين كده. وظهر بقى هنا الموضوع، اصلك انت يا ناهد مالكيش نصيب في البيت، انت ايه اللي خليكي بعتي شقه جوزك وجيتي قعدتي في وسطينا؟ البيت ده بيتنا احنا وانت مالكيش فيه حاجه، واحنا قلنا هنطردك منه.
يعني انت كده سوقت سمعتها وبتعاقبها نفسيا ومعنويا وبدنيا، وكل شيء كان كل همك ان انت تخليها تسيب البيت وتمشي عشان ملهاش نصيب جوه البيت. مين قالك اللي ملهاش نصيب جوه البيت؟ هي مش احد الورثة في الوقت ده لما هاجت وقالت له انت بتسوق سمعة عشان البيت، راح اخوه ضربها بالقلم اخو رمضان. جرت هي بقى تعمل ايه بقى؟ هنا يتحسسك ان ناهد فعلا حاسه بالظلم قوي. دخلت شقتها، جاب السكينه وراحت مسكت رمضان، فضلت تديله كام طعنه، قتل في الحال، قتل في الحال. هنا يبين ان فعلا حست بالظلم. اصل يا جماعه عايز تعذب حد، عذبه نفسيا، اقهره داخليا، حاسس ان هو منبوس، حاسس ان هو مكروه، حاسس ان هو ملوش مكان. اصعب شيء على الانسان العقاب النفسي قبل العقاب البدني. العقاب البدني كده هتوجع شويه وتصحى، لكن العقاب النفسي يفضل ليل ونهار. يا ترى بيعمل معايا كده ليه؟ ما ينامش الليل وهو عايز يعرف ايه سر ان الناس كلها نبذان، ايه السر الناس كلها بتبعد عنه، ايه السر الناس كلها مش طايقان. عذاب رهيب. ناهد لما حست ان هي مظلومه طلعت كل القهر اللي جواها على رمضان ابن عمها اللي كان بيشوه في سمعتها، وكل همه ان هي تسيب البيت وتمشي عشان ما يبقاش ليها نصيب فيه. طبعا هي قتلته وعقبال طبعا مات له في رمضان ويشيلوا رمضان. كان هو مات في ساعتها، كانت هي هربت وراحت سكنت في منطقه عند واحده جوزها محبوس مع جوزها ومع اخوها، حته اسمها كفر الشرفه بالمرج، حته اسمها كفر الشرفه بالمرج. وبعت التليفون المحمول، هي كانت ناصحه عشان ما حدش يتبع تليفونها، واختفت نهائيا. لكن التحريات اثبتت ان في واحده صديقه ليها مكانيه الوحيده اللي بترد عليها عايشه في المرج، قدر رجال الشرطه ان هم يتوصلوا الى ناهد ويتم القبض عليه. وطبعا امر المستشار احمد ربيع رئيس نيابه حواد الشمال القاهره بحبسها 4 أيام ويراعي التجديد في الميعاد. يا جماعه بناتنا حتى يعني هو الستر اهم شيء، الستر. انت عارف يعني ده الرسول عليه الصلاه والسلام والشرع. انت لو شفت واحده بتغلط مع واحد ما ينفعش تشهد عليه، لازم يكونوا 4. يبقى يا جماعه هنفترض ان ناهد سيئه السمعه، هنفترض هذا الافتراض، هل المفترض ابن عمها يشيح هذا الكلام على المرأة؟ هل المفترض ان ابن العم يحذر البنات كلهم وبنات العيله وشباب العيله ان كلهم يتجنبوا ناهد؟ هل هو ده الصح ولا نحتوي؟ هنفترض ان هي ماشيه وحش، هنفترض ان ناهد فعلا سلوكها وحش، المفترض بقى الاسره او العيله تعمل ايه؟ نحتويها، نجيبها في وسطينا، يا بنتي احنا عيلتنا ما فيهاش الكلام ده، يا بنتي الاخلاق، يا بنتي ده في رب بيراقب، يا بنتي جوزك في السجن عيب كده، يا بنتي اخوك في السجن عيب كده، يا بنتي انت لو بتغلطي في وجود جوزك يبقى المفترض ان انت في غياب جوزك ما تغلطيش، يا بنتي اخوك، يا بنتي عيلتك، يا بنتي شرفك، يا بنتي في بنات هيتجوزوا. المفترض نحتويها ونداري عليها ونصلح لها اخطائنا في السر بيننا وبين بعضينا، مش نقعد مع بعضينا وناخد قرار ان احنا نتجنب ناهد خالص وما نتكلمش ناهد خالص، وناهد منبوذه، ناهد مطروده، ناهد ملهاش مكان في وسطينا. ده كلام مش مظبوط. ودليل براءه ناهد بانت قوي وظهرت قوي لما اتخنقت على نفسها وفضلت مستنيه رمضان 3 ساعات لغايه ما جه من الشغل وواجهته قدام العيله كلها، ولما ضربها اخوه جرت على المطبخ جاب السكينه وقتلته قدام العيله كلها عشان تظهر براءتها. نتفق او نختلف على تصرف ناهد ماشي، لكن في الاول وفي الاخر يبين حاجه ويظهر حاجه ان ناهد من جواها كانت جواها نيران علشان دفاعها عن شرفها. انت اغلط في الست زي ما انت عايز، لكن اوعى تقرب من شرفها ومن اخلاقياتها ومن عفتها. التلاته دول اي ست رقم واحد عندها شرفها وعرضها واخلاقياتها، اعمل اللي انت عايزه، لكن اشتمها، هنا اعمل اي حاجه اضربها، لكن يعني حتى اي زوجه، اي واحد من اللي معايا دلوقتي اتخانق مع مراتك اشتمها اضربها هنا، لكن اوعى تقول لها ده انا عارف ان انت ماشيه مع كذا كذا. اوعى، دي ممكن تسامحك في كل شيء الا انك تشقق في اخلاقياتها او انك تشك في عفتها او في شرفها. ده ما فيهوش مسامحه عند الست ابدا، وخاصه لما تكون الست شريفه وعفيفه. والزوج نفسه المفترض، انت يا رمضان انت شايف كده روح قول لجوزها في السجن طلقها يا اخي. بس انت عارف انها حتى لو طلقها جوزها هي قاعده ببيت اهلها، مش قاعده ببيتك انت، ده ورثه عند اهلها. انت عايز تطلعها من البيت قول عليها زي ما انت عايز، بس ما تجيش على موطن شرفها وعفتها وتتهمها فيه. هي 3 أشهر في عذاب وفي الاخر يطلع ابن عمها
هو اللي مسوى سمعتها وهو اللي بيتكلم في شرفها ويخوض في أهم نقطة هي بتحافظ عليها، كرامتها وأخلاقياتها. شيء طبيعي إن هي لازم، مش هنقول لازم تقتله، بس كانت لازم تدافع عن نفسها. هي صحيح يعني دافعت عن نفسها بشكل مبالغ فيه، صحيح الشرف والكرامة والأخلاقيات والعفة دي أهم شيء، لكن ما توصلش أنت تمسكي سكينة وتقتلي راجل، صعب جدا. لكن أنت دافعت عن شرفك بشكل مبالغ فيه. أنا عارف أنت ممكن ما تكونش توصلتي تقتليه، ممكن تكوني كنت قصدك بس تعوريه، تعملي له مشكلة صحية أيا كانت، لكن هي الأمور ربنا هو اللي كتب عليه الموت. لكن الفكرة كلها إن أي واحدة في أي مجتمع أسري صغير كده حصل فيه مشاكل في أخلاقياتها نحتويها مش نتجنبها، ده مهم جدا. أما بالنسبة بقى للأسرة كلها، يعني هو خلاص هو واحد منهم قال لهم يا جماعة ما تتكلموهاش دي سمعتها وحشة كلكم صدقتوه، المفترض فين بقية رجال العيلة؟ فين شباب العيلة؟ فين الستات الكبيرة في السن اللي تقول له غلط يا رمضان اللي بتعمله ده مع واحدة بنتنا ومن أهلنا؟ كان المفتي يقف وقف قدام رمضان، بعدين بيوت إيه اللي بنتكلم عنها؟ وبعدين ده ميراث، ده مش إحنا اللي بنوزعه، ده ربنا هو اللي منزله من السماء. كل واحد عارف نصيبه، ده إرث بتاع ربنا، لا بشطارتنا ولا بكفائتنا، ده ربنا هو اللي قال الذكر ياخد كذا والانثى تاخد كذا والام تاخد كذا وبنت العم، كل حاجه مش حسب الشرع وكل حاجه ليها نص قراني، فهي مش شطاره. والظلم ظلمات يوم القيامه. يا ريت درس نكون استوعبناه. طبعا ما اقدرش نلوم على نهد، وما نقدرش نقول انها متهمه، هي حاولت تدافع بس هي تسرعت اكتر من اللازم في دفاعها عن نفسها. اشكركم.